نخلص مما سبق أن اللغة العربية لغة متسعة، لغة ممتدة، تراث عظيم، أعظم لغات العالم أجمع. هذه اللغة خصصناها بكلمة القانونية، أي المفردات والتراكيب والأساليب ذات المضمون القانوني، ذات الغاية القانونية، ذات السياق القانوني، ذات الهدف القانوني إلى غير ذلك. ثم هذه اللغة القانونية خصصناها بوصف على الوصف، فهو تركيب وصفي. اللغة القانونية التعاقدية، حددنا بالتعاقد لغة مخصوصة، أي اللغة التي تستعمل في التعاقد وفي العقود وفي التعبير عن الإرادات. الإرادات أي الأشخاص أو مجموعة الشخوص، سواء كان الشخص طبيعياً حقيقياً أو اعتبارياً معنوياً، له إرادة، إرادة تعبر عنه. ما أن تلتقي هذه الإرادة مع إرادة أخرى يحدث التعاقد، وما أن تلتقي هذه الإرادة مع إرادة أخرى، إرادة الطرف الأول المتعاقد مع الطرف الثاني المتعاقد معه، حتى تتفق الإرادتان على إحداث أثر قانوني، هذا الأثر يسمى عقد أو تعاقد، ومن ثم أسميناها باللغة القانونية أو اللغة القانونية التعاقدية، أو اختصارا اللغة التعاقدية. إذن اللغة القانونية التعاقدية هي تلك اللغة التي تعبر عن الإرادات أو عن التقاء الإرادات بهدف إحداث أثر قانوني. أنساق هذه اللغة، أنواع اللغة التعاقدية، انظروا، اللغة التعاقدية نوعان. هناك اللغة التعاقدية جامدة صماء، وهذه اللغة تمتاز بها التعاقدات المسمى أو ما يسمى العقود المسمى، مثل عقد البيع، عقد الإيجار، عقد التأمين، لأنها عقود نظمها المشرع نظرا لأهميتها ولكثرة الإقبال عليها ولضرورتها ودورها الكبير في تسيير أمور الناس وشؤون الناس. فقد وضعنا نحن لهذه اللغة أنساق، يعني قوالب لغوية، نستطيع من هذه القوالب أن نصوغ العقد صياغة قانونية على أكمل وجه. كذلك السادة المترجمون أو القانونيون المترجمون يستطيعون أن يستعينوا بهذه الأنساق وهذه القوالب وهذه النمطيات في أعمالهم، من الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى غير العربية، وكذلك في الترجمة من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية، لأنها أنماط وأنساق لغوية قانونية، يعني تلبي حاجات كثيرة لهم، لأنه كثيرا ما يقعون ويتلفتون إلى المصطلحات وإلى المفردات وإلى الأساليب وإلى التراكيب التي توازي وتوائم وتلائم ذلك التركيب المترجم، فلا يجدون، فيخشون أن يجتهدوا فيخطئوا. وللأسف مجامع اللغة واللغويون الكبار يعني تخصصوا في آدابهم وفنونهم وغفلوا عن اللغة القانونية، تلك اللغة الشريفة التي ينبني عليها الشيء الكثير من ضبط أمور الناس ومن ضبط السلطة العامة ومن إصلاح حياة الراعي والرعية. اللغة القانونية لغة مهمة جدا، ينبغي الالتفات إليها، وكم دعوت ودعوت وسأدعو بإذن الله دائما إلى إصدار مناهج في اللغة القانونية، مقررات في اللغة القانونية، يعني هذا واجب على جميع المؤسسات والهيئات القضائية والمعنيين والنقابات، وعلى رأسها نقابة المحامين. وقد بذلت شوطا في ذلك من خلال قناة المتواضعة قانونيون منهجيون، وها أنا ذا أنا وفريق عملي نعمل على صياغة بفضل الله النماذج اللغوية والأنساق اللغوية إضافة إلى المناهج، وبحق قد يعني أشبه أني تخصصت في ذلك ووفرت لذلك من الميزانيات الشخصية والأفراد والكوادر العلمية لكي تعمل معي في هذا السياق، لأني رأيت الأمر مغفول عنه، كأنه غير ذي شأن وكأنه غير هام، فلا أدري. فها نحن ذا ماضون على ذلك، نسأل الله القبول ونسأل النفع للزملاء القانونيين. إذن النسق اللغوي من اللغة التعاقدية هو نسق جامد يتواءم ويتلائم مع العقود، يعني المعروفة المكثورة الموفورة التي توافر عليها الناس وكادت صياغتها أن تحفظ، حتى إنك لتجد التاجر عامي لم يدرس شيء ويحفظ المصطلحات القانونية المنضبطة التي توفي له بحق
حاجته ويفرغ فيها إرادته وتحمي حقه في البيع وفي الشراء وفي التقاضي والاستقضاء والاستدانة والمداينة وفي غير ذلك من الأعمال التعاقدية الكثيرة. ثم النسق الثاني أو الأنساق الثانية للغة التعاقدية هو النسق المرن، وهذا من الخطورة بمكان. ووجه خطورته أنه سيال، أن الإرادة سلطان الإرادة هذه عندما تريد أن تتعاقد في أي شيء، وقد أباحت التشريعات ذلك وأجازته وقررته، والتشريع المصري والتشريعات العربية في جلها وفي عظمها قد أعطت الإرادة حقها ومستحقها وأذنت لها في حرية التعاقد وفي طلاقة التعاقد، خلا من قيود قليلات يعني لا تؤثر كثيرا، وهي وضعت وما وضعت هذه القيود إلا لمصلحة أيضا مرعية، سواء كانت مصلحة اجتماعية أو مصلحة سياسية أو مصلحة اقتصادية. وعليه فإن النسق المرن خطير، يحتاج إلى لغة مخصوصة، لغة مرنة توائم الحال، لغة طلقة توائم طلاقة الإدارة، لغة متحركة متغيرة مع تغير الإرادة وما تريده الإرادة، ومع تغير أحوال وصروف وظروف وسياقات الناس والمجتمع في الاقتصاد وفي الاجتماع وفي البيع والشراء وفي الإرادات والمرادات، تطورات حقيقية تلم بالإرادة، فتحتاج إلى تطور لغوي قانوني، وهو ما ندعوه بالنسق المرن أو الأنساق القانونية المرنة، لكي توائم وتلائم وتستجيب للإرادة فتصب مراداتها في شكل لغوي كثيرا ما اقتضاه القانون، وخاصة في العقود الشكلية على ما سنأتي عليه تفصيلا بإذن الله عز وجل. فإذا هذا هو الإيه؟ السؤال الأول، ما اللغة القانونية التعاقدية؟ ما معنى مصطلحها وما جنباتها وما إطارها وما حدودها وما هي أنساقها، سواء كان نسقا جامدا أو نسقا مرنا؟ نأتي إلى المحور الثاني أو السؤال الثاني، ما التعاقدية القانونية؟ ما معنى التعاقد؟ كيف يكون التعاقد وما مفهومه؟ باختصار حتى لا ندخل في نظريات وجدليات وتأطيرات نظرية لا شأن لنا بها الآن وإن كانت هي مهمة، نقصد بالتعاقدية القانونية، نقصد بها مصطلح الإرادة. ما هي الإرادة؟ الإرادة، التمييز، الاختيار، العلم والاختيار، الإرادة الإنسانية، الإرادة البشرية التي عندي وعندك، كلنا يستشعرها في نفسه، نعلم، نختار، ننتقي، نقبل، نرفض، نحدد، نحجم، نبسط، نوسع، نحب، نكره، نبغض، يعني هذه هي الإرادة. هذه الإرادة طلاقتها معتبرة، ومن ثم أسماها العلماء والقانونيون بسلطان الإرادة، يعني جعلوها سلطان، ملكة الإرادة، فهي ملكة، موهبة، منحة من رب العالمين. كل امرئ فينا يستشعر هذا من نفسه، أنه إن علم بشيء هو حر في اختياره، ينتقي لا ينتقي. والإرادة جد مهمة للسادة المعنيين بالقانون الجنائي، الإرادة بناء عليها تأتي المسؤولية الجنائية، ومن لا إرادة له فلا مسؤولية عليه، خلافا للتدابير، لأن التدابير الجنائية أو التدابير الاحترازية أو التدابير الإدارية أو غير ذلك من أنواع التدبيرات المختلفة منوطة بالخطورة الإجرامية، والخطورة الإجرامية هي حالة شخصية قانونية تنبئ عن احتمال ملحوظ لارتكاب جريمة، فهي لا تتعلق بالإرادة، ومن ثم التدبير يتعلق بالخطورة، يذهب التدبير عندما تذهب وتزول الخطورة، والمجنون والمعتوه وذوي الغفلة وكل من لا إرادة له معني بالتدابير وتطبق عليه. ومعروف طبعا التدابير يعني إيه، هذه من نتاج المدرسة العظيمة، المدرسة الوضعية التي ابتدرها أوغست كونت الفيلسوف الفرنسي بعيد الثورة الفرنسية مباشرة، ثم تلاه بعدها علماء إيطاليا من أول طبعا إيه لومبروزو، ثم جاروفالو، وثم العلامة فيري وغيرهم من العلماء الكثيرون والكثيرون. نعود إلى الإرادة، نحن نعني بالإرادة الآن الإرادة التعاقدية، وليست الإرادة التي ترتكب واقعة بعد مطابقتها للنموذج القانوني للجريمة نستطيع أن نقول إنها واقعة إجرامية فتقتضي العقاب، ونعني بالإرادة هنا الإرادة في إنشاء العقود. الإرادة مع الإرادة الأخرى يعني هي عبارة عن عدة وقائع تثبت التزاماً، تحدث التزاماً. فالإرادة هنا التي توجناها بلقب السلطانة وقلنا سلطان الإرادة هي حرة طلقة، والإرادة
بعد الاختيار وبعد الوعي والعلم والأهلية هي جديرة بأن تنشئ ما تشاء من العقود ومن الارتباطات ومن الغايات التي تحتاجها هذه طبيعة بشرية. فإذا الإرادة لها سلطان غير مدفوع، وطبعا الإرادة هذه واحترامها احترام الفردية بدأت من أيام الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت، يعني هو الذي صاحب مبدأ حرية الإرادة والذاتية. قال أنا يبقى إذن في إرادة في فردية. وطبعا الفكر الغرب مضى على هذا السبيل، ولهذا تفصيلات أخرى، وأعتذر أني ذكرت في هذا أنا أستاذ فلسفة قبل أن أكون قانونيا، فهذه الأشياء أنا معني بها جد الاعتناء.